من القاهرة ينضم إلينا السيد محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية. سيد محمد أهلا بك. دعنا أولا نفحص المسارات، مسار ليبي ليبي في الرباط وسراج يطير للقاء أردوغان في أنقرة، ماذا نفهم من هذا التزامن أولا؟ أهلا وسهلا حياكم الله. لا شك أن الذي يحدث في أنقرة هو مسار تركي تركي باعتبار اتهام ما يسمى بالوفاق لتركيا في شكل خالص، هذا أولا. ثانيا دأب السيد فايز السراج للاجتماع بالرئيس التركي عشية أي اجتماع ثنائي في مسارات برلين، خاصة حدث ذلك في مسار 5+5 في الجولة الثانية الذي انطلق في 18 من فبراير أوقفته الوفاق، إلى حين كانت زيارة الجمعة المعروفة التقاء فايز السراج بأردوغان وانطلقت المفاوضات من جديد. ولكن هناك موضوع آخر على الهامش وهو مهم جدا، إذ أن هناك وساطة تركية واضحة جدا ستكون بين فايز السراج وبين الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي حدث العديد من الإشكاليات والمخالفات في اللوائح المناطة بالمصرف المركزي بينه وبين السلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وما شاهدناه أيضا من مشادات مع ديوان المحاسبة انحياز لفايز السراج ضد عاصف الفتح البشاغة ضد فايز السراج وعدم إدعائه حتى لمجلس النواب المشق الذي يعقد مجلساته في طرابلس طلب إليه جلسة استماع فتعذر مدير مكتبه بأنه في حالة زيارة إلى تركيا في مهمة عمل طويلة جدا. يذكر أن أردوغان استدعى الصديق الكبير محافظ مصر المركزي في سابقة من نوعها في العلاقات الدولية أن رئيس دولة يستدعي محافظ مصرف لدولة أخرى، وكان ذلك في 29 يونيو. بالتزامن إنما يحدث اليوم في المغرب هو ينقسم إلى قسمان، القسم الشكلي والقسم الموضوعي، شكلا أن هذه حوارات منطلقة من الرغبة الدولية والموجودات الدولية مخرجات برلين وإعلان القاهرة وقف إطلاق النار، ولكن بالشكل الموضوعي فإنه اجتماع فقط لغرض الاجتماع. لماذا؟ الذي كان يؤمل منه هو إعادة إنتاج مجلس رئاسي بالتفاوض والحوار ما بين مجلس النواب ومجلس الشير الأعلى للدولة، ولكن الموضوع هنا موضوع متأخر منذ 5 سنوات ونصف هو توحيد المؤسسات السيادية. هذا ما نصت عليه الفقرة 15 من إعلان الصخيرات الموقع في 2015 في ديسمبر، وتنص هذه الفقرة على توحيد المؤسسات التالية على التوازي: هيئة الرقابة، ديوان المحاسبة، النائب العام، المحكمة العليا ومصرف ليبيا المركزي، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الإعلان التوافقي وهو الإعلان السياسي. مضى على ذلك 5 سنوات ونصف. أيضا طيب. هناك لماذا قلنا اجتماع لمجرد الاجتماع؟ لأن الآلية التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة 15 بالاتفاق السياسي تعيق أن يكون هذا الاجتماع. لماذا؟ تقول أن إنتاج مناصب المؤسسات السيادية ما بين مجلس النواب والشير الأعلى للدولة يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب وإجماع المجلس الشير الأعلى للدولة. المجلس الشير الأعلى للدولة أعلن 24 عضوا طيب. منه أنه غير موافق على الأعضاء الذين يمثلون هذه طيب. سيد محمد، أمام كل هذه المعوقات أمام كل هذه المعوقات إذن لماذا يذهب الطرفان إلى هناك أصلا؟ نعم، هو السؤال لماذا يذهب الطرفان بالتوازي؟ لماذا كل هذه المجهودات الدولية الساعية لوقف إطلاق النار وخروج القوى الأجنبية المسلحة المرتزقة من ليبيا وإنتاج مشاريع هي قائمة أصلا؟ فلنذهب إلى إعلان برلين الفقرة الخامسة بخروج القوى الأجنبية وقف إطلاق النار وبيان القاهرة يتضمن ذلك. ليست هناك مجهودات دولية ذات فاعلية أقوى من قرارات مجلس الأمن الذي أصدر في 12 من فبراير القرار رقم 2510 القاضي بحتمية وقف إطلاق النار ملزم لكل الأطراف وليبيا تحت الفصل السابع. كما نعلم لا يتبقى للمجتمع الدولي إلا إنفاذ ذلك بقوة ثالثة ضابطة مراعية مراقبة تنفذها الأمم المتحدة كما هو الحال في كل الأمور، ولكن الرغبة الدولية بإطالة أمد الأزمة الليبية. يأتي الآن هذا الاجتماع، هناك نوايا وطنية لا نشك في ذلك في كل الأطراف سواء في مجلس النواب، هناك وطنيون في مجلس الشارع الأعلى للدولة وهم أيضا يتحفظون على المشاركة الواسعة لأخوان المسلمين في ذلك، ولكن من الناحية العملية الإعلان عن شيء والاتفاق عليه شيء والذهاب إلى تنفيذه شيء آخر، لا يمكن تنفيذ ما يتم الحديث عنه الآن طالما حتى أعضاء الجهتين مجلس النواب والشارع الأعلى للدولة لا يوافقون على هؤلاء. هم الآن يعملون تحت المادة 15 وملحقها رقم 3 الذي يتوجب موافقة ثلثي مجلس النواب
وإجماع المجلس الشعبي الأعلى للدولة، وقد أعلن من الطرفين عدم موافقتهم لذلك. وبالتالي التمهيد لبرلين في المجال الحوار السياسي الذي أوقف أصلا في فبراير هو محض إجراءات دبلوماسية وشكلية سوف لن تؤتي أكلها وثمارها، وهذه القوة الأجنبية الجاثمة ليبيا في غربها بالكامل محتل بشكل بين وواضح. نعم. طيب سيد محمد، أمام حتى هذه الإشكالات التي أو هذه الإجراءات التي تراها شكلية غير ذات فاعلية، يبدو سراج وتركيا وأردوغان يرسمون جميعا مسارا مختلف، خصوصا أن تصريحات السراج بأنه يتحدث بلغة القائد القادر والفاعل بأنه سيغير وسيحدث تعديلات في حكومته بعيدا عن أي رغبة أو الاستماع إلى أي صوت، كيف نفهم هذا؟ أول الحقيقة يجب الابتعاد في تشخيص الواقع الليبي عن التصريحات الغير مسؤولة. السراج ليس عبد الناصر أو المهاتما غاندي في عيون الليبيين، أتت به اتفاقات دولية لم يتم فيها الرجوع إلى معظم الشعب الليبي، خلافات بين الإخوة المسلمين لا يريدون تسليم السلطة المؤتمر للبرلمان بعد انتخابه، تم تسخيرات ونعلم ذلك جيدا، لا شعبية ولا حاضنة له بخروج المئات من الليبيين بصدور عاري أمام رصاصي ميليشياته. وعد الليبيون بتغيير الحقائب الوزارية لم يقم إلا بشجار رتبته تركيا بينه وبين باش آغا ليعطيه صلاحيات أكثر بالنتيجة واستخدامه للقوة الظاهرة المباشرة. وكيل وزارة الصحة اختلس 1,100,000,000 من مخصصات جائحة كورونا وفر إلى تركيا الذي بها الآن فايز السراج، ولم يتم تعقبه إلا برسالة باهتة من قبل النائب العسكري والشرطة العسكرية للقبض عليه، وهو شخص مدني أصلا. وبالتالي حتى التصريحات التي يقوم بها السراج هو الآن مصر محافظ مصرف ليبيا المركزي ينفر منه ولا يطيع أوامره إلا بوساطة تركية، وزير الداخلية كذلك، أعضاء المجلس الرئاسي الذي يجب أن يتخذ قراراته بالإجماع 9 انفصل منهم 4 والخمسة الباقون هو خامسهم 4 آخرون منهم أحمد معتيق وكاجمان يوكلون له كل النفير، وقد وجه له أحمد معتيق رفضا لتكليفه له بمجلس أمناء صندوق الإنماء 9 مليار دولار رأس ماله، لأنه مخالف للنظام الأساسي إذ لا يجوز اتخاذ قرارات التعيين إلا عبر محاضر الاجتماعات وبالإجماع، وهذا الإجماع غائب. البرلمان المنشق الذي في طرابلس حتى بغير شرعيته لا يؤيده ولا يسير معه بأي مسار، وبالتالي لا قوة له إلا تنفيذ الأوامر التركية والقوة التركية التي تقبع في طرابلس لحراسته وقمع الليبيين وتجنيس المرتزقة من السوريين، وبذلك لا شرعية يستطيع أن يتحدث بها ولا قوة طالما لا توجد لديه الحاضنة الشعبية العريضة في ليبيا. نعم. من القاهرة السيد محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.